الاختصاص ديالنا هما العديد من انواع الطائرات، وفي المعرض الفلاحي ديال هذه السنه كنقدموا الطائرات الجديده اللي كتستعملها في اللح، لانها كتعطينا بزاف ديال المزايا. اولا في هذه السنوات الاخيره كيعيش المغرب واحد حاله جفاف وقله المياه، يعني تساقطات المياه الجوفيه، والطرنف كنستعملوه باش كنديروا اقتصاد الماء، يعني الفلاح كيمكن له يعالج الزراعه ديالو باقتصاد الماء، وهو عن طريق يعني استعمال القليل من الماء. هذه الميزيه الاولى اللي هي مهمه في هذه السنوات الاخيره اللي جابت علينا الطائره بدون طيار. والميزيه الثانيه هو ان الطائره بدون طيار عندها الدقه في المعالجه، يعني الزراعه ديالنا اليوم يعني بلاصه ما نستعملوا يعني العديد من الادويه كنشوفوا غير المناطق اللي متضرره في الارض الفلاحيه، وكيمشي لها لو درون وكيداويها بدقه. والميزيه الثالثه اللي هي مهمه ان ابناء الفلاحين اللي كانت هم كيجيو صعوبات انه باش يستمروا في ذاك الميدان ديال الفلاحه، يعني غراس لهذه الطائره بدون طيار تخلقوا مناصب جديده في مناطق يعني الفلاحيه، ولا ولد الفلاح ولا انه بغاته هو يطور، وداروا شركات وبداوا تياخذوا هذه الطائرات بدون طيار وتخلقوا المناصب ودخل واحد الدخل اللي هو دخل مهم. وهذه الطائرات بدون طيار يعني الحمد لله احنا في المغرب ويعني الدولة ديالنا وتحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعني كاين تبسيط المسطرة، يعني حنا عشنا من نهار بداو الطائرات بدون طيار كاين واحد التبسيط كبير ديال المسطرة ومساعدة باش الناس تستعمل الدرون في نطاق يعني المجال الفلاحي، وفي نطاق زعما تشجيع التشغيل وتشجيع الاقتصاد في المناطق الفلاحية.